السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، نعم تفضل. يا شيخ، ما حكم اللحية؟ اللحية إطلاقها واجب، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفوا الشوارب، عفوا، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. بارك الله طب فيك. طب كان مثلا في عمل مثلا وظيفة يقول لك لازم يجب حلق اللحية عشان تتوظف في أما الضرورات تقدر بقدرها، ورب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.